بسم الله تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حصري من سوق السبت اغريموس الاخوان بصديق، تبارك الله عليك. تحياتي، لاباس بخير؟ الله يسعد الصباح. بخير؟ الله يسخر. الله يسهل الامور. واش بقات ابو صديق هذه؟ نعم. واش بقات؟ 60. 60 تبارك الله. ديال المريرس. 3000 درهم تبارك الله ما شاء الله. هم الاخوان افتتاحيه من سوق 3 ازرو. على خطيك ابو صديق، مازال غنعاود نرجع عندك. دير واحد. اه بعتها بعتها. بعتيها؟ بعتها. الله يسخر، بعتيها ب 60. 60 و500. و500. الله يسهل على مواليا. غسنا الحليب. كان دابا اللي غادي يكون كاس، كان غادي يكون كاس. سنة الحليب. سنة الحليب. سنة الحليب. سنة الحليب. كاين زين ابو صديق. الله يسهل عليك ابو صديق. اللهم ربي يعافيك. الله يكثر خير. مرحبا ابو صديق. سمعتي؟ اه. الله يشفيك. لحقاش هي زينة. وانت زين تبارك الله أكثر منها ابو صديق. عاوتاني لا تزين. لا يخطيك. الدعاء. الله يخطيك ابو صديق. يعني التعريف بوستك. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. أصل لا ديال مريرة أغريموس. نعم. هذه ديال مريرة ولا ديال أغريموس؟ مريرة. مريرة. الله يسهل الأمور. لا لا يخطيك أبو صديق. غالية الماكلة. إيوا ضروري أبو صديق. الحمد لله كل شيء غالي. الماكلة غالية كل شيء يطلع. كل شيء غالي. كل شيء غالي. الله يجيب التيسير، الله يعاون ابو صديق، اسمح لنا، الله يرحم الوالدين. بتاريخ 18 مارس 2023 تبارك الله، راس السوق الاخوان مدزوزة تبارك الله، 3000 درهم، 3000 درهم، سنة الحليب، اللهم يسر. مازال إن شاء الله الاخوان نوفيكم بالجديد، اللهم يسر. افتتاحية من سوق السبت أغريموس تبارك الله.